السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد هنعمل فيه ملخص للفيلم الكوري Badlands Hunters. لكن قبل ما نبدأ ياريت تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، ويلا بينا على فيلمنا اللي بيبدأ مع الدكتور يانج جي سو، واللي بيبقى مقضي وقته كله في عمل تجارب على السحالي والبشر علشان يقدر يلاقي علاج لبنته. وبنعرف ان التجارب بتاعته تسببت في موت اكتر من 100 شخص، وبيبقى على وشك انه يحقن بنته بالمصل اللي عمله واللي جربه على نفسه الاول. لكن قبل ما بيجي يحقنها الشرطة بتوصل وبتضرب عليه نار وبيقبضوا عليه. لكن بعدها بيحصل زلزال ضخم جدا بيؤدي لدمار البلد بالكامل وتحويلها لأرض قاحلة، وبيبقى اسمها Badlands. وبعد 3 سنين بنشوف واحد اسمه شوجي وان، وده من الصيادين بيحاول يصطاد أي حاجة ياكلها، فبيلاقي تمساح قدامه فبيضرب عليه سهم، لكن التمساح ما بيموتش وبيطرده. وبيجي بعدها واحد اسمه نامسان، وده اللي شوي يبقى المساعد بتاعه. ونامسان بيقطع التمساح وبياخدوه على المنطقة اللي قاعدين فيها واللي اسمها منطقة البساط علشان يبيعوا فيها اللحمة عن طريق نظام المقايضة مع الناس بأي شيء يمتلكوه. ففي مثلا اللي بيديله جزمة أو طاقية أو شوية رز، وفي واحدة بتعرض عليه المجوهرات اللي معاها مقابل ديل التمساح، لكنه بيقولها إن المجوهرات دي ملهاش قيمة دلوقتي، وبيقوم مديلها تعبان صغير تاكله. وبتيجي بعدها بنت اسمها سونا مع جدتها علشان تاخد اللحمة، وبيبقى في بينهم سابق معرفة لأن نامس نامسان أنقذ حياتها من الموت قبل حدوث الزلزال. ونامسان بتديله لوحة كانت رسمها له وهو بيصطاد، وبيبقى واضح إن شويجي وان معجب بيها ولكن إعجاب من طرف واحد. وبيوصل بعدها عصابة جاية من منطقة اسمها زبالاند تبع الواحد اسمه تايجر، ومنصبة نفسها البوليس بتاع المنطقة، وبيبقوا جايين علشان يدوروا على واحد مطلوب عندهم، وبيقعدوا يلموا في كذا واحد مشتبه فيهم وبيضربوا اللي بيقاومهم. واحد منهم لما بيشوف سونا بيبقى عاوز ياخدها لأن السن بتاعها ده مش موجود كتير، لكنها بتحاول تمشي هي وجدتها، فبيقوم ماسكها وضارب جدتها. وساعتها شوي بيتدخل وبيحاول يدافع عنها، لكن العصابه بتتلم عليه وبيضربوه. فنامسان بيحاول يوقفهم لكنهم بيتقاتلوا معاه، وساعتها بنعرف ان نامسان مقاتل قوي جدا وبيقدر انه يخلص عليهم بسهوله. وبيمسك بعدها الشخص اللي هاجم سونا وبيحذره هو واللي مشغله من المجيء للمنطقه مره تانيه، وبيساله عن المكان اللي جابوا منه الميه النظيفه اللي معاهم، بما ان المطر ما بينزلش بقاله 3 شهور والناس بتعتمد على فلترة المياه المستعملة بتاعتهم. فبيقول له انه بيجيبها من منطقة اسمها منطقة الشقق، والمنطقة دي صعب اي حد يدخلها، وكمان موقعها مخفي لانها محاطة بتضاريس كتيرة حواليها. وبعد ما العصابة بتمشي نام شوي بيلاقوا قافلة فيها مجموعة من الناس لابسين بدل وشكلهم نظيف جدا، ودول بيبقوا من مبنى الشقق جايين علشان يختاروا متطوعين ياخدوهم ويعيشوا هناك، بشرط انهم يكونوا من عيلة واحدة والعيلة دي تكون فيها شباب، وده لانهم شايفين ان المحافظة على الشباب هيضمن الحفاظ على البشرية. وبيختاروا سونا وجدتها علشان ياخدوهم معاهم. فسونا بتودع نام وبتدي لشوي صورة رسمتها له، بما انه كان زعلان انها رسمت في الصورة الاولى نامسان وهو بيصطاد لوحده. وسونا وجدتها لما بيروحوا مع القافلة جدتها بتحس بالتعب هي وواحد تاني عجوز، فالمعلمة اللي في القافلة بتقول لهم ان لسه الطريق طويل، وعلشان ما يتعبوش بتخلي 2 تبعها ياخدوهم ويودوهم للمركز الطبي بتاعهم وبعدين يبقوا يحصلوهم. وبعد ما بيمشوا شوية في الطريق بيلاقوا العربيات اللي هتنقلهم للمبنى، فسونا بتستغرب وبتقول لها انهم كانوا ممكن يستنوا شويه لحد ما جدتها ترتاح ويكملوا الطريق ما دام العربيات ما كانتش بعيده ولا حاجه زي ما قالت. فظابط الجيش بيقول لها خلاص احنا ممكن نستنى كام ساعه لحد ما يرجعوا، لكن في بنت صغيره بتبقى عطشانه جدا، وده بيخلي سونا توافق على انهم يمشوا. وده بعد ما المعلمه بتقول لها انهم هيودوا لجدتها عربيه وهتوصلها للمبنى بكره. لكن سونا القلق بيزيد عندها اكتر لما بتشوف حاجه شكلها غريب جدا موجودة في رقبة ضابط الجيش. وفي الناحية التانية بنكتشف انهم اخدين الجدة والراجل العجوز علشان يتخلصوا منهم، وبالفعل بيرموا الراجل في حفرة وبيطعنوا الجدة. ونام وشوي بيكونوا في الوقت ده طالعين يصطادوا في المنطقة وبيشوفوهم وبيتقاتلوا معاهم، لكنهم بيكتشفوا ان مفيش حاجة بتأثر فيهم، لحد ما بتوصل واحدة اسمها يوم دي وبتساعدهم في القتال وبيقدروا يخلصوا عليهم عن طريق قطع رؤوسهم. وبيعرفوا منها انها كانت رقيب في القوات الجوية، وبعد زلزال حصل حاولت انها تبحث هي والفرقه بتاعتها عن الناجين لحد ما لقت مبنى الشقق والوحيد اللي ما اتدمرش، ولقوا فيه حوض مياه جوفيه وبداوا يجمعوا الناجين هناك، لحد ما في يوم وصل عندهم الدكتور يانج وخدوه عندهم لانه كان الدكتور الوحيد اللي نجي من الزلزال. لكن بعد فتره يون لقت شكاوي كتيره من الاهالي بان اولادهم اللي الدكتور يانج خدهم عنده اختفوا، فراحت تساله وعرفت انه بيعمل عليهم التجارب بتاعته، وده علشان يطور جسم البشر ويخليهم قادرين على البقاء زي الزواحف كده.
فعرفت ان الفرقة بتاعتها خضعت للتجارب بتاعته وبيدعموه في اللي بيعمله، ولما يوم حاولت تهاجمه وتعرف منه مكان الاطفال، زميلها الرقيب كون ضرب عليها نار لكنها قدرت تهرب منهم. وبيعرفوا بالشكل ده ان سونا في خطر، وبيحطوا خطة علشان يعرفوا يدخلوا بيها للمكان بما انه مؤمن بشكل كبير. فبيروحوا على العصابة بتاعت سبالاند بما انهم بيقدروا يدخلوا لمبنى الشقق، وبياخدوا من هناك المية مقابل الناس اللي بيخطفوهم، ويبعتوهم هناك عشان يتعمل عليهم التجارب. لكن تايجر زعيم العصابة بيخلي رجالته يهاجموهم، لكن نامسان والاتنين اللي معاه بيقدروا يتغلبوا عليهم، وبياخدوا الاسلحة بتاعتهم وبيروحوا بالعربية ومعاهم تايجر علشان يقدروا يدخلوا للمكان. وفي الناحية التانية سونا بتوصل لمبنى الشقق، وبيتوزع عليهم مية، وبيتعرفوا على الدكتور يانج، وبعد كده بياخدوا الشباب وبيفصلوهم عن عائلاتهم اللي بيودوهم للشغل في تنقية المياه. سونا وزميلتها اللي اسمها جوي بيروحوا على الفصل اللي هيدرسوا فيه، لكن سونا بتلاحظ ان كل الطلاب شكلهم غريب جدا وكأنهم آليين وما عندهمش اي شعور، وكمان بتشوف ان في علامة في رقبتهم. بعدها بيوزعوا عليهم ازاز مية مرة تانية، والدكتور يانج بيروح يقابلهم، وجوي بتقوله انها عاوزة تتطوع لمساعدته في التجارب بتاعته، وهو بيوافق. وسونا بتسأله عن جدتها، فبيقول لها انها تعبانة شوية وهتاخد كام يوم كده عقبال ما توصل من المركز الطبي، وان هو بنفسه اللي بيشرف على علاجها، وبيحاول يخلي سونا تشرب المية، وهي بتقلق من تصرفاته وبتعمل انها بتشرب المية بس كده قدامه، لكن اول ما بيمشي بتقفل الازازة. اما اهل جوي فبيبقوا قدموا طلب علشان يشوفوا بنتهم زي ما المعلمة وعدتهم، لكن الحرس اللي واقف عليهم بيرفض وبيقول لهم ان السكان العاديين ممنوعين من الصعود لمبنى الطلاب، فبيعملوا قلق في المكان وبيقعدوا يزعقوا قدام الناس، وده بيخلي الدكتور يانج يروح يطمنهم بنفسه. وفي الوقت ده سونا بتهرب من الأوضة بتاعتها وبتدخل للمكتب بتاع يانج، وبتعرف كل حاجة عن التجارب اللي هو بيعملها، وان بقاؤه على قيد الحياة هو واللي معاه معتمد على مادة بيستخرجها من الغدة النخامية، واللي بتبقى موجودة في الأولاد تحديدا اللي في عمر المراهقة، لكن لازم يتعمل عليها شوية تعديلات قبل ما يتم استخدامها. وهنا بيجي دور المية اللي بيشربوها واللي محطوط فيها مركب بيؤدي المهمة دي. وسونا بتلاقي هناك جوي وهي فقد الوعي علشان يتم سحب العينة منها، وفي الناحية التانية أهل جوي بيبقوا مصرين يشوفوها، فالدكتور بياخدهم لمكتبه وبيوريها لهم، وبيعرفهم على التجارب اللي بيعملها، وبيوريهم ازاي قدر يرجع بنته للحياة بعد ما ماتت، لكن الأهل بيحاولوا يفوقوا بنتهم، وبالتالي التجربة بتبوظ وساعتها بتموت، فيانج بيقوم مموتهم هما الاتنين، وبيلاقي بعدها سونا فبياخدها مكان جوي. وفي الوقت نفسه نامسان بيوصل هو وتايجر علشان يدخلوا للمبنى، لكن الحرس بيكشفهم، فبيضطر انه يقتحم المبنى بالعربية وبيضرب نار على الحرس هو ويون وشوي، وبيروحوا بعدها على السجن المحبوس فيه زمايل يون علشان يحرروهم ويساعدوهم في القتال، لكن بيلاحظوا ان مفيش حد من الحرس راح وراهم، وده لان زمايل يون بقوا زواحف متحولة، وبيبدأوا في مطاردتهم، والتلاتة بيتقاتلوا معاهم وبيقدروا يخلصوا عليهم. وبعدها باقي الجنود بتيجي، فنامسان بيتقاتل معاهم علشان يدي لشوي ويون الفرصة لإنقاذ سونا، لكن في الطريق بيقابلوا مجموعة من الجنود، فيون بتقاتلهم وشوي بيروح يدور على سونا. وبعدها يون بتلاقي قدامها الرقيب كون اللي بيتقاتل معاها قتال قوي جدا، وبيقدر انه يطعنها بالسكينة ويرميها من فوق المبنى، لكنها ما بتموتش. بعدها نامسان بيوصل له وبيتقاتل معاه وبيرميه من الشباك، لكنه بيمسك فيه فبيقوم حاطط رقبته على بواقي الازاز وقطعها. وفي الناحية التانية شوي بيوصل للمعلمة وبيروح بيها على مختبر الدكتور يانج اللي بيبقى تسمم بسبب العينة اللي خدها من سونا، وده لانها ما تعملش عليها التعديلات بسبب ان سونا ما شربتش المية اللي كانوا بيوزعوها عليهم. وقبل ما يانج بيجي يقتلها شوي بيوصل له، لكن واحدة من الحراسة بتضربه وهو بياخد الصندوق اللي حاطط فيه بنته وبيحاول يهرب بعد ما بيلاقي نامسان وصل له، وبيقوم رامي قنبلة في المختبر وبيفجره. وساعتها الاهالي والطلاب بيكونوا موجودين في الفناء بتاع المبنى، ولما بيشوفوا يانج وهو بيحاول يهرب فبيمسكوه وبيقعدوا يضربوا فيه وبيكسروا الادوية اللي معاه، فبيقوم ياخد رشاش وضرب عليهم نار بشكل عشوائي، لكن الرصاص بيجي في الشنطة اللي محطوطة فيها بنته وبيخترق الجزء الباقي من جسمها وبيسرب المية اللي كانت محفوظة فيها، وبالتالي بتموت. ولما بيشوف قدامه نامسان بيضرب عليه نار وبيقول له انه محدش هيقدر يمنعه من انقاذ بنته، لكن سونا بتقول له انه كان غلطان في اللي عمله لانه في الاخر ما قدرش ينقذ اي حد ولا حتى بنته، فبيقول لها ان هي السبب في كل اللي حصل ده. وقبل ما بيجي يضرب عليها نار نامسان بيموته. بعدها الدنيا بتمطر عليهم، وده بعد فترة طويلة جدا مرت من غير نزول نقطة مية واحدة، ويون بتقرر انها تقعد في المكان وتبنيه من جديد، ونامسان بياخد شوي سونا وبيرجع بيهم على البيت، لكن قبلها بيروحوا يزوروا قبر جدة سونا، وبيخلص الفيلم على كده. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. اشوفكم ان شاء الله الحلقة الجاية. سلام.